كما أشرنا قبل قليل، انتقل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا بعد مشاركته في قمم حلف الناتو ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في بروكسل. الملف الأوكراني بالطبع يشكل ملف البحث الوحيد. زيارة بولندا تشهد محطات عدة، أبرزها زيارة بايدن مدينة قريبة من الحدود الأوكرانية وتفقده الجنود الأمريكيين المتمركزين في المنطقة من ضمن أكثر من 100,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في أوروبا. أي رسائل يوجهها الرئيس الأمريكي خلال زيارته لبولندا؟ معنا الآن من وارسو موفدنا سلمان أبو دقة، ومعنا من واشنطن مراسلنا جو تابت. سلمان مساء الخير، دعني أبدأ معك لتضعنا في صورة هذه الزيارة. غدا من المفترض أن يجري الرئيس بايدن محادثات مع الرئيس البولندي بشكل رسمي، ومن المتوقع إلقاء كلمة. هناك جوانب أخرى، تفقد اللاجئين وتفقد ربما أيضا القوات الأمريكية. دعنا في صورة هذه الزيارة وما المأمول منها من الجانب البولندي على الأقل. نعم مساء الخير مهند. بالطبع كما ذكرت، قد وصل قبل قليل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة البولندية وارسو قادما من جنوب شرق بولندا الذي كان وصلها قبل ساعات من الآن. الرئيس الأمريكي بدأ زيارته مهند إلى جنوب شرق بولندا، وهذه المنطقة التي تعد قريبة جدا من الحدود البولندية الأوكرانية. التقى خلالها الرئيس الأمريكي بجنود الأمريكيين المتمركزين قرب الحدود البولندية الأوكرانية. كان هناك خطاب للرئيس الأمريكي في مع الجنود خلال هذه الزيارة، بالتحديد هم الفرقة 82 المحمولة جوا المتمركزة ضمن قوات حلف الناتو في تلك المنطقة. كانت رسائل عديدة أطلقها الرئيس الأمريكي خلال حديثه للجنود الأمريكيين، كانت رسائل سياسية وعسكرية وأيضا إنسانية. تحدث الرئيس الأمريكي في البداية على أن الجيش الأمريكي هو عسكريا هو الأفضل في العالم، وهو على ما يبدو يحاول توجيه رسائل إلى الروس. بالإضافة إلى ذلك، تحدث أيضا الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة مع حلفائها وفي الدفاع عن الحلف، وهنا نتحدث عن الجهة الشرقية تقريبا من الحلف. وأيضا تحدث عن دعمه للجانب الأوكراني، وأيضا أشاد بالمقاومة الأوكرانية مؤكدا أن ما تقوم به هو في الدفاع عن بلدها، وأن الولايات المتحدة ستستمر في هذا الدعم لأوكرانيا. أما إذا تحدثنا مهند عن المأمول، اللقاءات الرسمية ستقوم غدا بين القمة بين الرئيسين الأمريكي ونظيره البولندي، ومن المتوقع أن يلقي خطابا الرئيس الأمريكي غدا. تتحدث أنه سيكون مهم، سيكون يتحدث فيها عن الجوانب الكثيرة، ولكن الجانب البولندي يأمل دعم أكبر، وخاصة أن موقف بولندا صارم تجاه روسيا، وكما تعلم أن بولندا تريد مواقف أكثر صرامة تجاه روسيا سواء كان من الاتحاد الأوروبي أو حتى من الدول الأخرى، خاصة أيضا هناك أزمة اللاجئين، وبولندا تريد دعم أكبر خاصة وأنها تستقبل الحصة الأكبر من اللاجئين حتى اللحظة على أراضيها. شكرا لك سلمان أبو دقة موفد سكاي نيوز عربية مباشرة من وارسو. والآن إلى واشنطن، معنا من هناك مراسلنا جو تابت. جو مساء الخير، زيارة مهمة للرئيس الأمريكي إلى بولندا، جوانب عدة، زيارة القوات، تفقد اللاجئين، ولكن غدا بحسب البيت الأبيض من المفترض أن يلقي كلمة رئيسية. أولا ما الذي نفهمه من هذا التعبير المستخدم بين فترة وأخرى في البيت الأبيض؟ ستكون رسالة قوية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة مفادها أن حدود الناتو وصلت إلى حدود روسيا. والنظرة الأمريكية بالنسبة لأوكرانيا هي أنها لو لم تكن فعلا جزءا قانونيا من الناتو، هي عملانيا هي تحصل على مساعدات الناتو. إذن المواجهة ليست على حدود أوكرانيا وبولندا، إنما المواجهة هي على حدود أوكرانيا روسيا. والاستراتيجية الأمريكية كما يقول البيت الأبيض صارت واضحة.
هناك قوة ردع، هناك رفع للقوات العسكرية الأطلسية في شرق أوروبا، هناك رفع للأنظمة لمستويات الأنظمة الدفاعية الصاروخية، وهناك كلام واضح من بايدن بأنه فيما لو استخدم بوتين أي سلاح مرتبط بأسلحة الدمار الشامل فأنه سيكون هناك رد قاس على ذلك. إذن واشنطن استراتيجيتها واضحة، ما هو غير واضح هو استراتيجية بوتين. بالنسبة لواشنطن أيضا، ودعني أشير بسرعة إلى أن هناك نقاشا في وسائل الإعلام الأمريكية بأن ثمت خلافات عميقة بين بوتين وقادة جيشه ووزير الدفاع شويغو ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف. أيضا هناك قصد من وزارة الدفاع الروسية بإخفاء أعداد القتلى الروس الذين قادوا في أوكرانيا. التسليط الضوء النقاش في وسائل الإعلام الأمريكية اليوم هو أما سيحصل فتنة داخل موسكو. إذن واشنطن ذهبت بعيدا في استراتيجيتها، وطبعا لا أحد يعلم ما هي ستكون الرسالة غدا، رسالة بايدن، لكن حتما ستكون موجهة إلى بوتين شخصيا. شكرا لك جو تابت، مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن. ونبقى هناك، تنضم إلينا الآن من واشنطن الكاتبة الصحفية رنا أبتر. مساء الخير رنا، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. نتحدث عن هذه الكلمة المرتقبة غدا، نتحدث أيضا عن دور أمريكي بدأ يبرز كما أشارت ضيفتنا قبل قليل، قيادي في الغرب. أولا، هل واشنطن الإدارة الأمريكية مرتاحة لحتى الآن فيما يتعلق بتماسك الموقف الغربي في هذه الأزمة؟ أكيد الإدارة الأمريكية تنظر إلى هذا التعاون الوثيق بين الحلفاء الأوروبيين من جهة والبيت الأبيض والولايات المتحدة تحديدا من جهة أخرى بأسلوب يعني يبدو بأن الرئيس بايدن مرتاح من هذا التعاطي من الدول الأوروبية، وهذا التجاوب الكبير من الدول الأوروبية مع التوجه الأمريكي لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. طبعا دلالات ورمزية هذه الزيارة لبايدن هي يعني كبيرة للغاية، ربما أكثر من النتائج الفعلية على الأرض. يعني هناك هذا التعاون الذي من الممكن أن يحصل من دون زيارة رئيس الولايات المتحدة إلى تلك المنطقة، لكن بايدن أراد من خلال هذه الزيارة تحديدا هذه الزيارة صباح هذا اليوم للقوات الأمريكية في بولندا أن تدل بشكل كبير بأن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية تقف ليس فقط إلى جانب الحلفاء، بل أيضا هي يعني تقيم دور القوات الأمريكية والعناصر الأمريكية التي تم استدعاؤها إلى المنطقة. كما ذكرت مهند، أكثر من 100,000 جندي اليوم في تلك المنطقة استدعوا بسبب هذه الأزمة التي حصلت بين روسيا وأوكرانيا. رانا، قبل قليل أشار جو تابت مراسلنا في واشنطن إلى ما يتم تداوله في واشنطن سواء على المستوى الإعلامي أو مستوى المحللين فيما يتعلق بالوضع داخل روسيا، داخل إدارة الرئيس بوتين. ما الذي يتم تداوله على الأقل في الإدارة الأمريكية اليوم عن هذا الموضوع؟ هل هناك بالفعل حديث عن إمكانية وجود وجهات نظر مختلفة داخل إدارة الرئيس بوتين اليوم فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا؟ نعم، وخير دليل على ذلك هذا التكرار الذي شهدناه في الأيام الأخيرة للتصريحات من قبل جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون، عندما كرر أكثر من مرة بأن المسؤولين العسكريين في البنتاغون تحديدا وزير الدفاع الأمريكي حاول التواصل مع نظيره الروسي ولم يتمكن من ذلك. كيربي كرر ذلك في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مقابلة تلفزيونية آخرها مع شبكة CNN مثلا. إذن المقصود من وراء هذا التكرار هو الإشارة بشكل من الأشكال إلى وجود هذا الانشقاق ربما في صفوف القادة العسكريين أو ما بين القادة العسكريين من جهة في موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويقول هؤلاء بأن هذا سبب هذا يعود إلى سوء التقدير أو سوء الأداء للقوات الروسية في أوكرانيا، وهذا ما لم يتوقعه ربما بوتين أو لم يحسب حسابه بشكل كبير. لهذا السبب اليوم يتم الحديث عن هذا الشرخ
الذي قد يتزايد في الأيام المقبلة أكيد ما بين بوتين من جهة والقادة العسكريين من جهة أخرى. قبل قليل أيضا هناك تقارير صحفية أفادت إلى أن مجموعة أيضا من الجنود الروس أيضا اعتدوا على قائدهم في أوكرانيا لأنهم يعني فشلوا في السيطرة على أحد المناطق التي كانوا يودون السيطرة عليها في أوكرانيا. إذن هناك طبعا هذه الأنباء المترددة حول أداء الجيش الروسي والقوات الروسية غير المتوقع في أوكرانيا. نعم رانا دائما نسمع يعني في الغرب في الولايات المتحدة تحديدا عن سير العمليات العسكرية الروسية بأنها بطيئة وأن هناك تعثر في هذه المسألة. الروس يقولون نحن لم نحدد في جدول زمني ولم نتحدث عن أنه ستنجز هذه المهمة خلال فترة معينة. على أي أساس يتم تقييم التحرك الميداني في واشنطن بهذا الشكل؟ على أساس استخباراتي بحت اليوم وفي حتى قبل حصول هذا الغزو الروسي لأوكرانيا، الاستخبارات الأمريكية صراحة أثبتت مصداقيتها في هذا الملف على وجه التحديد، لأن كل المعلومات التي سربتها، ونحن اليوم بتنا نعلم بأن هذه التسريبات جاءت من الجانب الأمريكي بأن بوتين ينوي غزو أوكرانيا. اليوم أثبتت هذه الاستخبارات الأمريكية وهذه المعلومات الأمريكية الاستخباراتية مصداقيتها، لأن الوقائع على الأرض أثبتت ذلك. ما يتحدث عنه اليوم الاستخبارات الأمريكية هو أن التقييم الروسي أو التقديرات الروسية للدخول إلى أوكرانيا لم تصل إلى، يعني كان من المتوقع أن مثلا أن تسقط كييف في غضون يومين على لسان مدير الاستخبارات المركزية CIA ويليام بيرنز عندما تحدث إلى الكونغرس في جلسة علنية. اليوم دخلنا في الشهر الثاني من هذا الغزو، واليوم البنتاغون على لسان مسؤول كبير فيه يقول بأن الاستراتيجية الروسية تغيرت لتصبح لتركز أكثر على إقليم دونباس وليس على كييف. هذا ما يحصل حاليا بحسب التقييم الدفاعي والتقييم الاستخباراتي الأمريكي، أن ربما موسكو قد تتخلى عن نيتها السيطرة على كييف وتسلط الضوء على إقليم دونباس للسيطرة عليه، وربما حينها سوف يكون لديها اليد يعني الأعلى في المفاوضات، في أي مفاوضات لدفعها بالإنسان انسحاب من أوكرانيا. طيب رانا في الوقت المتبقي إذا سمحتي، يعني كان هناك انتقادات في الكونغرس وفي أوساط أخرى للإدارة في بداية هذه الأزمة بشأن تعاطيها وأنه يجب عليها تقديم مزيد من الدعم وخاصة الدعم العسكري. هل ما زالت هذه الانتقادات موجودة؟ كيف ينظر المشرعون وخاصة من الحزب المنافس لأداء الإدارة في هذه الأزمة حتى الآن؟ الانتقادات موجودة والانتقادات تتزايد. الحزب الجمهوري سوف يستعمل هذه الورقة ضد الديمقراطيين وبايدن في الانتخابات التشريعية أولا ثم الرئاسية ثانيا. ما يقولونه هو أن بايدن تأخر في الرد، أن المساعدات العسكرية كان يجب أن تصل بسرعة أكثر إلى أوكرانيا، حتى أن هناك استطلاعات للرأي كانت مثيرة للاهتمام جدا من قبل أسوشيتد بريس أشارت إلى أن حتى الأمريكيين، أكثر من 50% من الأمريكيين اليوم يعتبرون أن إدارة بايدن وبايدن تحديدا لم يكن قاسيا بالكفاية تجاه بوتين، وأنه كان بالإمكان أن يتصرف بحزم أكثر في هذا الملف. إذن أكيد هذا الملف سوف يلعب دورا بارزا وكبيرا في انتزاع الجمهوريين ربما للأغلبية من الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية. شكرا جزيلا لك رنا أبتر الكاتبة الصحفية، كانت معنا مباشرة من واشنطن.